نشكر الجهات الأمنية وإن شاء الله يا رب يستر بخير والعراق بخير إن شاء الله والشعب العراق كله بخير. التأمين الحكومي أولا يعني يخلون فد يعني الاستخبارات كلها يتباعوا على العالم ويفتحون الشوارع خلي يفتحونها بس يطلعون يعني زمر زمر استخبارات يباعون على العالم. والله خطوة حلوة ما يقطعون لا شارع لا يقطعون جسر، الناس تتجول براحتها تتحرك براحتها تطلع براحتها. كوادر وزارة الصحة وكل الكوادر هم الظهير والسند للمواطن في كافة المواقف. عملهم زين، نشاطهم زين، تعاونهم ويا العالم زينة ويا المواطن. نشكر وزارة النقل والمواصلات بجودها اللي تبذلها خلال أيام العيد الجاي إن شاء الله، ونشكر القوات الأمنية على جهودهم ومواصلتهم الأمن والأمان إن شاء الله، ونتمنى للجميع عيد سعيد إن شاء الله. حياكم الله. في الأمن والصحة والنقل خطط حكومية لتأمين عيد الفطر المبارك وإبعاده لا قدر الله عن كل طارئ. قوات أمنية ستكون العين الساهرة لحماية دور العبادة والمناطق السياحية والتجارية والترفيهية، وجيش أبيض بخطة ساندة تقدم أفضل الخدمات في المراكز والمستشفيات وشعب الطوارئ. أما النقل فكل المحاور في خدمة المواطن لتحقيق الانسيابية العالية في الانتقال من مكان لآخر، لكن السؤال يبقى، هل ستكون الخطط متكاملة وتثمر بالنجاح في نهاية العيد أم أن للأحداث الطارئة كلام آخر وستتجاوز الإجراءات المتخذة؟ الحديث عن ملفنا الأول ينضم إلينا في الاستوديو رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي. حياك الله سيادة اللواء. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ورمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليك بكل خير إن شاء الله. سيادة اللواء، خطة العيد هذا العام بماذا اختلفت عن الأعوام الماضية؟ نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. الحقيقة هذا العيد مختلف جدا عن باقي الأعياد، والخطة اللي ستطبق إن شاء الله واللي إحنا بدأنا بها منذ العشر الأواخر من شهر رمضان وإلى حد الآن مستمرين بها، خطة بكل إمكانياتها وقدراتها تختلف اختلاف كلي. أولا فيها عمليات استباقية أجريت، فيها تحليل استخباري، فيها جهد فني، فيها جهد استخباري بالزي المدني، فيها مراقبة جوية، فيها إعادة توزيع وانتشار القطاعات بما يتلائم وحجم التحديات، والحقيقة فيها أيضا مرونة عالية في التنقل. يعني احنا اولا مثل ما ذكرت جنابك وذكر تقريركم، كان لدينا جهد كبير وحسب توجيه القائد العام للقوات المسلحه بفتح كل الطرق، رفع كل الصبات الكونكريتيه. يعني قياده عمليات بغداد مشكوره الى حد قبل ايام هي بدات برفع كل تقريبا الصبات الكونكريتيه، وهذا يفسر أولا حجم الإمكانية والقدرة اللي أنيطت بالقوات الأمنية، وأيضا ثقة القوات الأمنية بمواطنيها وإمكانياتها وقدرتها على الرد والتعامل وإدارة ملف أي حالة لا سامح الله قد تحدث. أيضا بنفس الوقت يعطي رسالة إيجابية بأنه المجتمع الآن انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تعاون كبير من قبل المواطنين، إسهام كبير في تقديم المعلومات ودعم القوات الأمنية للمواطنين، وهذا يفسر أيضا اعدادنا للخطط اللي تهيئنا لها. لذلك هذا العام
تمتاز الخطط الأمنية ب يعني تأكيدها على الجهد الاستخباري والأمني، تأكيدها على المعلومات اللي والإمكانيات اللي لديها، إحاطة دور العبادة والمساجد بكل الإمكانيات والقدرات الأمنية اللي تمكنهم من أداء طقوس صلاة العيد وكذلك ممارسة حياتهم بصورة طبيعية بما يضمن سلامتهم. أيضا هناك المنتزهات، الحدائق، المناطق السياحية، المناطق اللي يذهب إلها المواطنين، عندنا المطاعم، المولات، المنتديات، هذه أيضا لها خطة أمنية أخرى. قد هنا نقول قد يكون بعض التحديد للحركة في هذه الأماكن لكثرة زخم المواطنين يعني بها، ولكن يعني بما معناه أنه لا يوجد أي قطع للطرق، لا يوجد أي قطع لنقل المقتربات أو الطرق المؤدية إلى هذه الأماكن، ولكن قد يكون هناك تحديد من قبل رجال الأمن في لإدامة سير المركبات وكذلك لإدامة سير تدفق المواطنين. قد يكون هناك تحديد بتحويل بعض المسارات، هذا حسب زخم المواطنين اللي موجود بالتأكيد. لكن بعض المواطنين يقول لك بعض السيطرات المرابطة سبب ازدحامات كبيرة في خاصة بالليل بالعيد، وهذا يزعج المواطن بشكل كبير. طبعا هو أكيد لسلامتهم، لكن هل وضعت يعني خطة، وضعت خطة لتقليل هذا الضغط على المواطن؟ يعني أولا هذه السيطرات هي خلينا يعني فقط نتكلم عنها بشكل إيجاز وأمني. نعم. إنه هذه السيطرات هي مو الغرض من عندها تعويق الحركة أو تعويق المواطنين، أو قد يكون هناك ضغط بالنسبة للمواطن يقول لك يعني أكو سيطرة هنا وأكو سيطرة هناك مرابطة، وهذه السيطرة ما الداعي من هذه السيطرة والسيطرة الأخرى في التقاطع؟ هذا ينقال بالشارع. يعني دائما يقال، لكن سيدتي الكريمة ومواطننا الكريم، احنا كقوات أمنية لدينا حقيقة بعض الأمور والإمكانيات اللي تأتي آنيا، يعني لدينا وفرة من المعلومات، لدينا وحدة في تبادل المعلومات بين كل أجهزتنا الأمنية. هذا يفسر بأنه وجود هذه السيطرات في تلك الأماكن قد يكون له علاقة بعملية نوعية تقوم بها الأجهزة الأمنية، قد يكون هناك له علاقة بنوع معين من التحديات التي لا يمكن البوح بها أمام المواطن. طبعا ما يدري يعني المواطن. نحن أي نعم نحن نقوم بهذا العمل وهو يعتقد بأنه عمل روتيني مهم من عنده فقط إعاقته أو إعاقة أو زيادة الازدحام، لكن بنفس الوقت إحنا لدينا جهد فني وجهد استخباري وجهد متابعة لحقيقة إحباط أو متابعة أو ملاحقة بعض الحقيقة الإرهابيين، أو قد يكون من أصحاب تجار المخدرات، من الجريمة المنظمة، من ما كل يعكر صفو الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي. نعم، اسمح لي سيادة اللواء أن أنتقل وإياكم مشاهدينا ومتابعينا إلى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر الذي سينضم إلينا عبر الهاتف. حياك الله دكتور سيف، ورمضان مبارك إن شاء الله عليك. دكتور سيف، بداية أسألك عن الخطة الطبية الساندة في العيد المبارك، هل لك أن تحدثني عنها؟ دكتور سيف، يبدو أن دكتور سيف لا يسمعني، سيحاول الأخ الاتصال به من جديد. إذن سيادة اللواء، في بداية الحديث تحدثت عن عمليات أعتذر منك سيادة اللواء. أهلا دكتور سيف، سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة. قبل قليل قلت لك رمضان مبارك وأهلا بك في حصاد اليوم. من فضلك دكتور ردت أسأل حضرتك عن الخطة الطبية الساندة في العيد المبارك، هل أنت تحدثني عنها؟ طيب سيحاول الأخوة إعادة الاتصال بحضرتك من جديد حتى يكون صوتي واضح. يعني صوت واضح جدا، أنا ما أسمع أي شيء. لا شلون واضح؟ سيحاول الأخوة الاتصال بحضرتك من جديد دكتور سيف. إذا سيادة اللواء تحدث عن عملية استباقية، قلت أكو عمليات استباقية جرت في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. سؤال لحضرتك، شنو كانت طبيعة ونوعية هذه العمليات الاستباقية؟ طبعا هذه العمليات الاستباقية لها علاقة كبيرة في خطة العيد. نعم. وهذه العمليات الاستباقية هي جزء ومهم أساسي من إدامة ديمومة الاتصال الأمني. نعم. ما بين العشر الأواخر من رمضان وإحباط كثير من الهجمات الإرهابية، وما بين خطة العيد أيضا. طبعا نوعية هذه العمليات كانت تعتمد على الجهد الاستخباري والأمني. بالمناسبة أنا عندما ذكرت هذه العمليات ليس فقط في قاطع عمليات بغداد أو كعاصمة، وإنما في كل مدن العراق. يعني كانت هناك عمليات في قيادة عمليات كربلاء، الأنبار، الجزيرة، صلاح الدين، غرب نينوى، كركوك،
ديالة وأخيرا شمال بغداد. هذه كلها تتزامن مع سيل من المعلومات وتحليل دقيق لوكالة التحقيقات والاستخبارات للاستخبارات العسكرية للاستخبارات والأمن لأجهزتنا الأمنية جهاز المخابرات الوطني الأمن الوطني. لاحظي إحنا يوميا عندنا عدد هائل من العمليات تحبط صحيح. وهذا يفسر نجاح قواتنا الأمنية. هناك نقطة مهمة لو سمحتي لي سيدتي الآن الأجهزة الأمنية لو تلاحظين هي التي تقوم بملاحقة التنظيمات الإرهابية، هي التي تقوم بمهاجمة التنظيمات صاحبة الإرهابية. المبادرة أصبحت أحسنتي الآن. وهي التي تصل إلى مكان كان معقد جغرافيا كان لا يمكن الوصول إليه من قبل، حتى وإن كنا نمتلك إمكانيات وقدرات ولكن كان من الصعب علينا الوصول إلى تلك الأماكن وتحقيق أهدافنا. الآن لا، الآن هناك مرونة ووحدة قيادة وسيطرة في الوصول إلى هذه، ولذلك كل هذه النتائج انعكست على الواقع الأمني والواقع السلمي المجتمعي. اسمح لي سيادة اللواء أن أرحب من جديد بالدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة. الآن تسمعني دكتور، حياك الله ورمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم، كل عام بخير. ما يزال الصوت ضعيف لكن تفضلي. حاول تسمعني دكتور. نعم ما راح أطول على حضرتك إن شاء الله. دكتور ممكن تحدثني عن الخطة الساندة الطبية في العيد المبارك؟ شكرا جزيلا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. علينا وعليك. كما تعلمون انه قبل كل مناسبه مثل مناسبات العيد هناك خطه موسعه لوزاره الصحه للتعامل والاسناد الطبي لمثل هذه المناسبات، نشر سيارات الاسعاف خصوصا قرب يعني مثلا اماكن تزاحم الناس، يعني بالعاده تكون يعني اماكن الالعاب وغيرها، وايضا نواجه مشكله كثره حوادث السير ايضا في فترات العيد وربما حالات التسمم. ووزاره الصحه اعلنت تفاصيل الخطه قبل يومين خاصه ب الاسناد الطبي لمناسبه العيد، وطبعا تعرفون ايضا كثير من الناس يتجهون للزياره. نعم. العتبات المحدثه فيكون هناك تركيز لنشر سيارات الاسعاف افضل مسعفين بالقرب من هذه الاماكن، وطبعا التعامل مع الحالات الطارئه، ايضا نواجه مشكله الالعاب الناريه والالعاب الخطره للاطفال قد المئات ربما الاف الاصابات في بعض المناسبات، تكون من الاطفال اصابه خطر يؤدي الى اصابه مباشره في منطقه العين ربما الراس الاذن او حالات حروق، ايضا هاي نتمنى من الاباء والامهات ان ينتبهون لهذه النقطه. طيب دكتور سيف نعم تسمعني حضرتك، ردت أسألك عن العمل بالمستشفيات وشعب الطوارئ، شو راح يكون في العيد المبارك؟ أكيد يعني إخوانكم في وزارة الصحة مستمرين بالعمل في المؤسسات الصحية الرئيسية، يعني شعب الطوارئ أكيد تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وأيضا ردهات الخاصة بعلاج حالات الأورام وأيضا حالات الفشل الكلوي مثلا وغيرها ومختلف الحالات الطارئه اللي نستقبلها ونعمل تعاقب وعلاجها مستمرين طيله فتره العيد، وهذا دائما هنا العمل في فترات العطل والجمعة وغيرها، فان شاء الله مؤسساتنا مستمره في عملها. نعم شكرا جزيلا المتحدث شكرا جزيلا باسم وزاره الصحه الدكتور سيف البدر كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا، نسال الله لك كل التوفيق. اذا سياده اللواء تنشط العمليات الإجرامية والإرهابية في أيام يعني الأعياد؟ هو ذكر عفوا أكيد هو هذا، بس ذكر نقطة مهمة دكتور سيف اللي هو الألعاب النارية واستخدام هذه الألعاب. حقيقة إحنا كقوات أمنية نهيب بمواطنينا يعني ضرورة توخي الدقة والحذر من خلال هذه الألعاب، لأن هذه الألعاب سوف تؤدي إلى خسائر قد تكون بشرية وقد تكون مادية، ولذلك كان هناك من ضمن الخطة الأمنية في العيد أنه مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية، الشرطة المجتمعية، أيضا قوات الشرطة الاتحادية بدأت الحقيقة في عملية متابعة لهذا الموضوع. هذا الموضوع احنا نعتقد مهم جدا، الغرض من عنده هو منع تكرار حوادث مؤلمة قد تكون لها عواقب وخيمة. أيضا فيما ذكرتي قبل ما نرجع السؤال، مو هي المشكلة أنه هذه الألعاب دخلت السوق العراقية، أنت ما تقدر تقول للطفل لا تروح تشتري هذه الألعاب. لا إحنا فهي أكيد كانت أكو عليها رقابة قبل دخولها للعراق واستخدامها من قبل الأطفال. يعني أكيد هذا الموضوع هو موضوع يقيم ليس من جهاتنا، إحنا واجبنا كقوات أمنية أن نقدم الأمن والأمان، واجبنا أن
نعطي المساعدة في حالة حدوث أي حالة لا سمح الله. صحيح. توجيهات مهمة اللي هي توجيهات السلامة والوقاية، وأيضا مع وزارة الصحة في دعمها في كل إمكانياتها وقدراتها، ولكن بنفس الوقت أيضا واجبنا أن نحذر من هذه الـ هي هنا النقطة، قصدي من السؤال أنه أنتم كخلية إعلام أمني أنتم متخصصون بهذا الموضوع، هل تعطون باستمرار نصائح للمدنيين بالابتعاد عن هذه الألعاب النارية لما تسببه من أضرار لا قدر الله؟ خلية الإعلام الأمني واجبها هو أن تقدم رسالة إعلامية مطمئنة إلى الشعب، ومن ضمن خلية الإعلام الأمني أعضائها هو عضو في وزارة الداخلية، وكذلك في الشرطة المجتمعية، وكذلك في الشرطة الاتحادية، وواجبنا دائما أن نعطي هذه التوجيهات والوصايا إلى هؤلاء اللي بدورهم يعبروها إلى المواطنين عن طريق مفارز، عن طريق دوريات منتشرة، وأيضا عن طريق مكبرات الصوت، عن طريق بعض الإعلانات اللي تظهر في شاشات التلفاز، وكذلك الشاشات اللي موجودة في كل أماكن العاصمة وحتى في المدن الأخرى. نعم سيادة اللواء، فقط اسمح لي احنا نرجع على نقطة مهمة، ولكن أرحب بمدير الشركة العامة للسكك الحديدية المهندس يونس الكعبي. حياك الله أستاذ يونس، وكل عام وأنت بخير، رمضان مبارك إن شاء الله. سؤالي لحضرتك، الشركة العامة للسكك حديد العراق قررت تغيير حركة قطارات المسافرين في أيام عيد الفطر المبارك، ما هي تفاصيل الرحلات لو سمحت؟ اولا مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، حياك الله، عاد الله هذه الايام ايام خير وبركه ومقبلين على عيد الفطر المبارك وانسجاما مع احتفالات شعبنا العظيم بهذه المناسبه الكريمه وتوجيهات معالي وزير النقل الاستاذ رزاق محمد السعداوي. قررنا زياده عدد الرحلات المتوجهه من بغداد الى البصره وبالعكس، بحيث اصبحت القطارات مضاعفة رحلتين باليوم بكل اتجاه. أيضا فتحنا محور بصرة كربلاء وبالعكس في طولة أيام عيد الفطر المبارك، نتوقع أن يشهد هذا المحور رغبة من أبناء محافظاتنا في البصرة وباقي المحافظات الجنوبية لزيارة الأماكن المقدسة في مدينة كربلاء، لذلك نزول عند رغبة أبناء هذه المحافظات الكريمة أطلقنا قطارات إضافية عدد القطارات اليومية الرحلات الاعتيادية، قطارات ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك باتجاه مدينة كربلاء المقدسة وبالعكس تعيد الزوار إلى أماكنهم وديارهم. نعم. بعد انتهاء مراسيم زيارة عيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا للتوضيح مدير الشركة العام لسكك الحديد المهندس يونس الكعبي، كنت معي عبر الهاتف. أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضل من هذه الإيضاحات. أرجع لسؤالي سيادة اللواء، هل ينشط الجهد الجرامي والإرهابي في أيام العيد؟ يعني أكيد لغة الإجرام ولغة الإرهاب هي تعتمد على أولا تحيين الفرص، وهذه الفرص قد تكون من خلال التجمعات، من خلال الأفراح، من خلال المناسبات الدينية، المناسبات أيضا الوطنية. يحاول ضعاف النفوس للأسف استثمار هذه التجمعات، وكذلك تحقيق مبدأ أنه العملية النوعية بالنسبة لهم، وبنفس الوقت أيضا إيقاع خسائر أكبر سواء بالممتلكات أو بأرواح المواطنين. لذلك من الضروري جدا أن يكون لدينا تحليل أمني وجهد أمني واستخباري لهذه المناطق، وبالذات أيضا لتخطيط الإجراميين لتلك المناطق. هذا الحقيقة واجبنا كقوات أمنية، وواجبنا أيضا في عملية تعقب ومتابعة ومنع حدوث مثل هذه الأعمال. لذلك أنت لو تلاحظين أنه الجهد الاستخباري والأمني يعتمد على تحليل المعلومة وتدقيقها، ومن ثم التعامل مع حجم التحديات والتهديدات. كل حالة معينة لدينا نوع من القوات الأمنية تتعامل مع هذه الحالات، لدينا عملية رد فعل سريع، وكذلك تعاون في مجال لا سامح الله حدوث حالة بين المواطنين، وعندما يكون تجمع كبير. صحيح. للمواطنين آلية التصرف، آلية العمل، آلية النقل، آلية فتح طرق الخروج والدخول بالنسبة إلى عجلات الإسعاف. لدينا أيضا تعقب جهد فني، الجهد الفني يعتمد على طائرات استطلاع، طائرات متابعة، كاميرات مراقبة ومتابعة، كاميرات حرارية، وهذا الحقيقة يعني بفخر واعتزاز كقوات أمنية تقدمنا في هذا المجال بشكل كبير جدا، وأحبطنا عدد كبير من العمليات الحقيقة الإجرامية التي لو حدثت لا سامح الله كان لها تأثير كبير، من خلال المتابعة والكاميرات وكذلك
المعلومات الكبيرة اللي نمتلكها، لكن كل هذا يعني يبقى ناقص بدون وجود تعاون للمواطن. المواطن عنصر رقم واحد في نجاح العمل الأمني. دائما المواطن ويا القوات الأمنية. المواطن حقيقة واحد يفتخر بشعبنا وبلدنا ويفتخر بمواطننا، دائما ينقل المعلومات فورا في حالة حدوث أي شك لا سامح الله، في حالة حدوث أي شائبة معينة تثير الريبة والقلق نشوفه يبلغ بها القوات الأمنية، والقوات الأمنية بدورها تقوم باتخاذ الإجراءات. نجاحنا كقوات أمنية هو بتعاون المواطن معنا، وهذا موجود. نأمل بأن يكون المواطن أكثر تعاون من خلال إخباره وبشكل سريع، لكون هذه المعلومة اللي راح ينقلها المواطن بالتأكيد هي راح تؤدي إلى منع حدوث حادثة لا سامح الله، وقد تكون خسائر بالأرواح. سيادة اللواء، المواطن متخوف من الإشاعات، وهذا يشكل تحدي آخر للقوات الأمنية. لا، أنا أطمئنك هنا إنه الإشاعة في العراق يعني الآن يعني بدأ المواطن يستوعبها، يستوعب إمكانياتها، وهذا بفضل الوعي الكبير وبفضل الإدراك الكبير وبفضل ما وصل إلى المواطن من خلال متابعته إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الأخبار، إلى القنوات. الآن ما أكو أصبح شيء مخفي، ولا أكو أصبح شيء الحقيقة ما ممكن أن تحصل على كمعلومة حقيقية إذا مو من الشخص المعني، ممكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أقصد بالتجمعات الكبيرة سيادة اللواء. حتى بالتجمعات الكبيرة تلاحظين كقوات أمنية منتشرين، وإحنا نعطي رسالة إلى المواطن. يعني الإشاعة حتى وإن حدثت القوات الأمنية موجودة، وهي اللي دا تعطي صورة اطمئنان إلى بأنه موجودة، لا يوجد إرباك في عملها، بالعكس هي تتعامل مع الحالة التي قد تحدث الإشاعة. أين تلك الحالة؟ ممكن أن تتحرك فورا قواتنا الأمنية، وأعتقد أنه نوئد هذه الحالة بأماكن. لذلك أنا قلت لك هناك تطور ووعي كبير في إدراك المواطن إلى عملية إدارة الإشاعة. نعم الإشاعة هو عنصر مهم من عناصر الطابور الخامس اللي يقوم في عملية الحقيقة التأثير على السلم المجتمعي، لكن وعي المواطن، إدراكه لعمل القوات الأمنية، تعاونه مع القوات الأمنية يسهم إسهام كبير في إحباط تلك الشائعات. زين سيادة اللواء، أكو موضوع آخر مهم، هذا الموضوع بعض العوائل العراقية تتخوف أنه تطلع خوفا من بعض التصرفات الفردية اللي ممكن تضايق هذه العوائل. شنو دور الشرطة المجتمعية بهذا بهاي النقطة بالتحديد، خاصة أكو بعض العناصر للأسف تفقد السيطرة على نفسها في أيام العيد وتعتبر احتفال وتخرج عن حريتها لمضايقة بعض الناس، هل الشرطة المجتمعية تلعب دور مهم في هذه النقطة؟ يعني أولا إحنا مع كل مواطن أن يمارس حقه وحريته، وأيضا يعني التعبير عن فرحته بما يتلائم بالطريقة الحضارية أو بما يتلائم مع الذوق العام، وكذلك أيضا احترام حرية الآخرين، وكذلك احترام وجود الآخرين. لكن أن يخرج المواطن عن هذا الموضوع، هنا راح تحاسب من قبل القوات الأمنية. القوات الأمنية سواء بالشرطة المجتمعية اللي موجودة واللي هي واجبها كبح وإيقاف مثل هذه الحالات، والحمد لله والشكر الشرطة المجتمعية الآن منتشرة في كل أنحاء العراق من خلال الجهد الاستخباري لمديرية الاستخبارات العسكرية بالزي المدني، وكالة التحقيقات والاستخبارات. لا ننسى هنا دور مهم للعنصر الاستخباري في جهاز المخابرات، وكذلك الأمن الوطني والحشد الشعبي. لدينا أيضا منظومة من الاستخبارات في الحشد الشعبي، وهذه المنظومة أيضا تعمل بشكل جاد ومهم مع كل قواتنا الأمنية. لذلك لا يتخيل أي شخص يقوم بهذا العمل بأنه لا يحاسب فورا، مهما كان. يعني لدينا قانون ولدينا تطبيق هذا القانون، ولن نسمح بأن يكون هناك تعدي على حقوق الآخرين. أجيب لك مثال على ذلك. يعني إحنا الحمد لله وشكر الآن إحنا في نهاية شهر رمضان، ولم يبقى إلا ساعات أو قد يكون يوم واحد على العيد، وهذا إن شاء الله بفضل قواتنا الأمنية وتعاون المواطنين أحبطنا ما كان يخطط إلى تنظيم داعش الإرهابي من غزوات وإلى آخره، وما كان يشكك في إمكانية وقدرة قواتنا الأمنية. ولكن هل هذا يعني أنه المواطن اللي كان يبقى إلى حد ساعات الصباح الأولى في السحور، يعني أغلب مواطنين يتسحرون إلى حد ساعات الصباح الأولى، لم نلاحظ اعتداء على الذوق العام أو قيام المواطنين بالاعتداء على العوائل؟ عوائلنا الكريمة للصباح في المطاعم في المنتزهات موجودة، وهذا من حقهم
هذا يعتبر تقدم ووعي كبير في مجال إفهام. وأيضا هذا بركة جهودكم سيادة اللواء. أبرز تحدي تواجهوه في أيام العيد بصراحة، وشنو الشيء اللي ممكن تحذرون من عنده إلى حد كبير؟ يعني أبرز تحدي هو عدم إخبار المواطن بالمعلومة عند حصوله إلها للقوات الأمنية. إحنا كقوات أمنية لا يوجد لدينا أي تحدي، لأن كل هذه التحديات إحنا مارين بها. صحيح. وأصعب هذه التحديات والأصعب منها إحنا مارين بها، ولذلك لا يوجد لدينا شيء مستحيل. هذا واجبنا، واجبنا حماية بلدنا وحدودنا وشعبنا وأهدافنا الحيوية، والتعامل بقوة وحزم مع أعقد الظروف وأصعب الظروف. لكن التحدي الوحيد اللي إحنا أمامنا كقوات أمنية هو أنه المواطن يمتلك معلومة ولا يمكن أن تصل هذه المعلومة إلى القوات الأمنية. هو يعلم بأنه هذه في حالة وصولها راح توقف كثير من الحالات. القوات الأمنية وخلية الإعلام الأمني وفرت له منافذ للتبليغ عن الحالات المشبوهة. نعم، لدينا أولا أرقام للدفاع المدني للشرطة المحلية، لدينا أيضا للأجهزة الأمنية، الأمن، المخابرات، الأمن الوطني، الاستخبارات، لدينا أرقام كثيرة منتشرة في كل سيطراتنا. لذلك يعني من السهولة جدا، يعني فات كل هذه الأرقام. لدينا أيضا الجهد الموجود، الجهد البشري، الدوريات الراجلة، النقاط السيطرة، بإمكانه أن يذهب إلى أي عنصر أمني ويبلغ، وهذا يقوم بخدمة كبيرة وكذلك يقوم بمساعدة مواطن. هسه أنتم دوركم إن شاء الله مضمون وتقومون بكل الجهود، شنو رسالتك للمواطنين حتى تتعاون مع القوات الأمنية في هذه الأيام المباركة؟ يعني أولا إحنا نبارك لهم إتمام شهر رمضان المبارك وإن شاء الله مغفورين الذنب إن شاء الله، أيضا قدوم عيد الفطر المبارك على كل شعبنا وعلى قادتنا وعلى قائدنا العام للقوات المسلحة المحترم. ونهيب بمواطننا الكريم بأنه نحن موجودين لخدمة بلدنا وشعبنا، ووجودنا في هذا البلد هو لتقديم الأمن والأمان وأيضا منع أي معتدي من أن يقوم بالاعتداء عليه أو على مقدراته. واجبنا هو أن نقدم له الخدمة للمواطن ونقدم له أجواء آمنة في العيد، مثل ما فعلنا في رمضان. كل اللي ينهيب به من عنده هو الالتزام بالقواعد والتعليمات والوصايا الخاصة التي تصدر من الأجهزة الأمنية، اللي هي أعدت ووجدت لأمانته ولسلامه وكذلك لإتمام كل هذه المراسيم بأمن وسلام هو وعائلته الكريمة. كل عام وشعبنا وقواتنا الأمنية وكل قنواتنا الإعلامية بألف خير. رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، شكرا جزيلا نورتنا في حلقة اليوم، نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله، وكل عام وأنت بألف خير. وكل عام وأنتم بألف خير. الله يحفظكم إن شاء الله. نفتح وإياكم ملفنا الثاني بتقرير شيبان سامي عن الحملات الخدمية لفريق التواصل الإلكتروني الحكومي، وآخرها حملة بين أهلنا، لنتابع. بتوجيه من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، يواصل فريق حملة بين أهلنا تقديم الخدمات في بغداد وبعض المحافظات. 10 وزارات مشاركة في الحملة التي تستهدف المناطق الفقيرة والعشوائيات والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم. والله هي الحملة حلوة، يعني احنا يعني ندعي من الله وأهل البيت محمد الشيع السوداني استمر على هاي الحملة. يعني هاي الحملة يعني صدق ترحمت، يعني شو اقول لك، ترحمت الوالد والدي. زين ايه، ترى الحملة حلوة واحنا نتمنى بلدنا يصير احسن. حملة حلوة وجبارة للشعب، فرقتها الحكومة، وكان الدور الاول والرئيسي هو السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. الفريق الميداني للحملة وزع 600 سلة غذائية بين الأسر الفقيرة والمتعففة، وهي مقدمة من جمعية الهلال الأحمر العراقي ووزارة التجارة بالتنسيق مع الشركة العامة للتجارة المواد الغذائية، فضلا عن شمول 400 شخصا بتقديم الخدمات الطبية من قبل وزارة الصحة. منصة الرعاية الصحية تلقوها، صح لو لا؟ اليوم الفقير ما يقدر يشتري، يقدر يروح طبيب أو يشتري علاج من برا، لأن غالي ما عنده إمكانية بهالظروف اللي يمر بيها. هذا التطبيق نتمنى يخدم المواطن، نتمنى خدمة حقيقية بالرعاية الصحية أو أي قطاع آخر بالدولة. لم ينتهي الأمر عند تقديم المساعدات الإنسانية فحسب، حيث تم شمول 795 أسرة بالإعانة الاجتماعية ضمن الحملة.
بعد تنفيذها في بغداد حملة بين أهلنا تصل إلى عدة محافظات لتقديم خدماتها الإنسانية والطبية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور ملفنا الثاني رح نتحدث به مع الأستاذ قاسم فرج البديري، عضو فريق التواصل الإلكتروني ومدير حملة بينهن. حياك الله وكل عام وأنت بخير، إن شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. الله يحفظكم. كيف تم تشكيل فريق التواصل الإلكتروني الحكومي وشنو الغاية من تشكيله؟ شكل فريق التواصل الإلكتروني الحكومي بأمر ديواني بموافقة رئيس الوزراء المهندس محمد الشجاع السوداني المحترم. نعم. في العاشر من تموز العام 2023 بناء على طلبات المواطنين شكل هذا الفريق لسماع شكاوى المواطنين والابتعاد عن البيروقراطية والتأخير في سماع الطلبات والمناشدات. أيضا يعني حتى أفهم حضرتك، تأخذون الشكوى من المواطن وين تودوها مباشرة حتى نبتعد عن البيروقراطية؟ بس خليني أوضح ليش. مثل ما قلت لك شكل هذا الفريق بناء على هذا الأساس، نسمع شكاوى المواطنين. أي. نرصد 17 قناة تلفزيونية، برنامج تلفزيوني من القنوات الفضائية. أيضا عندنا قسم خاص، قسم الرصد، يتابع مواقع التواصل الإلكتروني. تعرفين ست اليوم احنا ما عندنا بيت بالعراق إذا ما بي جهاز الموبايل. صحيح. ومواقع التواصل إذا مو كل مواطن. أي. فعندنا قسم الرصد، نرصد هذه المناشدات وترفع الى جروب واحد حكومه. اكيد سامع ابي بالتاكيد. اي جروب واحد حكومه ب تقريبا 20 وزير، 400 الى 450 مدير عام تابعين لكل الوزارات. قسم الرصد يحولها لهذا الجروب. يوجد متابعين بهذا الجروب، تحويل كل مناشده للجهه المختصه. طبعا مو كل الناس ولو نسبتهم قليلة ست، بس مو كل الناس عندهم الهاتف الذكي أو عنده الهاتف الذكي بس ما يعرف يوصل مناشدته. ارتأى دولة رئيس الوزراء إلى أن تكون حملات ميدانية. نعم. نستهدف فيها المناطق الضعيفة خدميا اللي أكو بيها من الممكن الناس ما عندهم هذا الهاتف الذكي أو ما عنده هاي الثقافة اللي ينقذ بيها مناشدته. زين. فمن بين هذه الحملات اللي انطلقت من خلال فريق التواصل الإلكتروني الحكومي هي حملة بينهن. حملة بينهن تضمن وجود 10 أو 11 أو 12 وزارة وجهة قطاعية، ننزل ميدانيا للمنطقة المستهدفة، نسمع شكاوى المواطنين، العديد من المناشدات والطلبات نحلها آنيا. يعني احنا اليوم من ننزل شلون تحلوها آنيا من فضلك؟ هسه أوضح للست. 16 وزارات أو أكثر جهات قطاعية تنزل ميدانيا، أهمها مستشفى متنقل، عيادات متنقلة تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ايضا مستشفى متنقل تابع الى وزاره الصحه، ممثلين عن وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه يجون هم وحاسباتهم واليوزر ينزلون ميدانيا للمنطقه، ممثلين عن الدوائر الخدميه. يعني المواطن ما قام يروح للدوائر، الدائره قامت هي تجي المواطن. احنا ننزل للمنطقه. اي 10 وزارات او 11 وزاره ومرات 12 وزاره ننزل للمنطقه المستهدفه. هسه انا احكي لك شلون نستهدف المناطق. أي. عبر اي عن اي اليه. مثل ما قلت لك ممثلين عن وزارة الكهرباء البلدية للمنطقة المستهدفة، وزارة التجارة تكون حاضرة معنا، وزارة النفط. هسه أوضح لك عمل كل وزارة. فهذا قسم شؤون المواطنين التابع إلى مكتب رئاسة الوزراء أيضا يكون حاضر. تعرفين ست حملة بهذا المستوى، 10 وزارات تنزل المنطقة، نسمع المواطن شنو الشكوى مالته تابعة إلى أي وزارة من هذه الوزارات، حتى إذا كانت مناشدته متابعة لهذه الوزارات اللي احنا داخلين إلها، نرفعها نضيفها إلمن بجروب واحد حكومة وناخذ بها إجراء مو أكثر من 24 ساعة. خب هذا جدا جيد. أبرز الحالات اللي شفتوها واللي كانت بالفعل مستعجلة وقدمتوا لها المساعدة، شنو هي أستاذ قاسم؟ بصراحة الحالات اللي تخص الجانب الصحي، وزارة الصحة العراقية مقسمة العلاجات أو الحالات على 3 مستويات، برايمري سكندري ثيرتي، يعني الاول والمتوسط. نعم. والمستعصي. الحالات من النوع البارد الاول تعرفين راح يكونون اطباء موجودين تابعين الى مستشفى متنقل جمعيه الهلال الاحمر، ايضا اطباء مختصين يكونون ويانا موجودين من وزاره الصحه العراقيه.
من تجي الحاله يشخصوها انه هي حاله بارده، ممكن يشخصوها سريريا، تعرفين هاي العلاجات التقليديه طبعا. البسيطه ينطوا علاج بصوره مباشره، اما اذا كان من الحاله من النوع المتوسط او المستعصي نحولها المن. هاي بالبدايه، هسه سوينا تعديل اخر بتسهيلات المواطنين، كنا نحولها الى قسم شؤون المواطنين التابع الى وزاره الصحه، شؤون المواطنين يحولها للمستشفى المختص. ايش سوينا بعد هذه الحاله؟ قلنا قسم شؤون المواطنين يكون متواجد ويانا بعد ما نحول شؤون المواطنين حتى المواطن لن تعبه، حتى تكسرون هذه الحلقه الزايده. ايش سوينا لهنا؟ ما وقفنا، خلينا كل مستشفى من مستشفيات بغداد وبدينا هسه بالمحافظات يكون عندنا عنصر ارتباط. فالحاله نحولها مباشر من المنطقه السكنيه الى المستشفى المعني من خلال شؤون المواطنين وزاره الصحه اللي يكون حاضر ويانا، ومن خلال الكادر المتخصص الموجود من وزاره الصحه ياخذون بعد العنصر الارتباط، راح يستقبل الحاله اللي تيجي من خلال حملتنا، راح ياخذ لها الاجراءات باسرع وقت، وبنفس اليوم لازم ينطينا موقف بالحاله اللي اجت. زين، ابرز التحديات اللي تواجهكم شنو هي استاذ قاسم؟ ست تعرفين اكو تركه صعبه خلال السنوات اللي راحت، اكو مناشدات تكون صعبه، مناشدات تحتاج تغيير قرار، تغيير قانون. مثل شنو؟ اكو هواي مناشدات، يعني خصوصا مناشدات التعيينات، مناشدات المعاملات المتلكئه اللي تحتاج تغيير قانون، بس احنا هذه هم نحيلها، نحيلها الى قسم شؤون المواطنين تابع الى مكتب رئاسه الوزراء ناخذ بها حلول. بعد اذا تساليني على المناشدات الصعبه، اكو مناشدات تخص جانب التربيه، وزاره التربيه. تعرفين اليوم عندنا قرابه 13 مليون طالب بالعراق، يعني نقدر نقول ثلث العراق تقريبا. زين. المدارس اللي موجوده صار بيها تضخم، ما قامت تستوعب. دخلنا حملات اخرى، طبعا صار من ضمن حمله بينها لنا، واحده من الحملات اكو حمله اسمها حمله مدرستي اجمل، اذا تنطيني وقت ممكن اشيرك عليها بعدين. تفضل، لك وقت. حمله مدرستي اجمل خاصه بالجانب التربوي. احنا نقدم للمدارس الان العديد من الخدمات، نرفع الهياكل الحديديه، نزودهم بعدد كافي من الرحلات، نغير الصبورة، صبغ المدرسة بالكامل. هذا فريقكم يقوم بهذا؟ اي نعم فريقنا، بس حملة أخرى. حملة أخرى مدرستي أجمل من خلال فريق التواصل الإلكتروني الحكومي. بس أنت إذا تسأليني تقولي لي هو هذا الحل للمدارس؟ حلول، يعني حلول ممكن أن تمشينا وضع المدرسة. ستخلف الله عليكم دا تحلون هذه الأمور بشكل آني. طبعا إحنا مثل ما قلت التركة ثقيلة جدا، لذلك يراد مراحل ومراحل من البناء والتطوير لمدارسنا، لكن انتم تقومون بالواجب حاليا. اي مثل ما قلت لست، احنا مو بديل للوزارات، لكن احنا حلقه توصل بين المواطن والمسؤول، ومرات حلقه توصل بين وزاره ووزاره اخرى. تعرفين ست اكو مرات عمل مشترك اكثر من وزاره تشتغل به. زين، فاحنا نكون حلقه توصل بين الوزارات لتذليل العقبات وتسهيل المهمه. بس اليوم انتم اطلقتم حمله كسوه الايتام، شنو تضمنت هذه الحمله اليوم؟ ست احنا هذه الحمله يعني الحمد لله وشكر مستمره، يعني حمله بينها مو اليوم، هذه الفقره مو اليوم انطلقت لان رمضان او اي ايام اعياد، من تاريخ انطلاق الحمله. انت اذا تساليني على الحملات، على الحمله والجهات السانده، واحده من الجهات السانده اللي هي وزاره التجاره تكون متواجده ويانا. طبعا مشكوره وزاره التجاره، نشكر الشركه العامه للمواد الغذائيه، نشكر الاسواق المركزيه كانت حاضره معانا في الحمله من بدايتها لهذا اليوم. المنطقة اللي نستهدفها قبل يوم أو يومين نشوف شنو احتياجها، مواد غذائية، سلات غذائية. لليوم عبرنا تقريبا 3000 سلة غذائية وموزعيها فقط، يعني يمكن التقرير اللي انطيتوه سمعت 600 سلة غذائية. احنا هاي الثلاث أيام اللي راحت فقط في منطقة سبع قصور، منطقة البياع، منطقة الفضل، موزعين قرابة 1000 سلة غذائية فقط بهذه الثلاث أيام اللي راحت. هذه السلات الغذائية طبعا مشكورة جمعية الهلال الأحمر، شاركت بهذا الموضوع، أيضا وزارة التجارة لها بصمة مثل ما قلت لك. وزارة التجارة أيضا شاركت بتوزيع الكسوة للأيتام، للناس المتعففة، ومستمرين الحمد لله وشكر. السلة الغذائية على شنو كانت تحتوي؟ وهل هي كافية للمواطن العراقي أو للعوائل المحتاجة؟ ست احنا اليوم تعرفين الدولة وزعت خصوصا بايام رمضان الحصه الغذائيه، يعني نقدر نقول افضل بكثير من السنوات السابقه. السنوات السابقه كان اكو شهر ينقطع، شهر تجي السله الغذائيه،
هسه لا الحمد لله والشكر. بالاضافه الى هذا احنا نستهدف المناطق الضعيفه خدميا، السله الغذائيه اللي نعطيها وخصوصا من جمعيه الهلال الاحمر تتضمن قرابه العشر مواد ب20 ايتم ان شاء الله مستمرين بتوزيعها للمناطق. فقط في بغداد جمعيه الهلال الاحمر راصده 15,000 سله غذائيه للمناطق المتعففه. زين شنو هي حملاتكم القادمه والمزمع العمل عليها في الايام المقبله؟ عندنا ثلاث حملات انطلقت ايضا من بعد حمله بين اهلنا، حمله العراق هويتي، يمكن ما اعرف سمعتوا بها او لا، صار لها تقريبا شهر من انطلقت. ممكن توضح لنا هذه الحمله؟ حمله العراق هويتي تتضمن اصدار البطاقه الوطنيه للعوائل المتعففه اللي مشمولين براتب الرعايه الاجتماعيه. شنو نقدم لهم خدمات؟ نقدم لهم خدمات ان هم ما مشمولين بدفع الرسوم مجانيه، ايضا ما مشمولين بالتوقيتات، يعني يجي مباشر بنفس اليوم ناخذ الاجراءات ونصدر له. يعني تقصد ما يدفع فلوس السبعه اللي تدفعها بالبطاقه الموحده 6,000 ولا يلزم الحجز الالكتروني، يجي مباشره وهذه انتم عافي عن هذا. اي عافي من قضيتي انا. زين إيه؟ والمواطن اكو تعاون من قبل هذول المشمولين بالرعايه الاجتماعيه؟ المواطن اليوم احنا بس فقط في دائرة الأعظمية والرصافة، نفوس الأعظمية والرصافة والصدر لحد الآن عبرنا 3,000 مواطن، صدرنا لهم بطاقة مجانية وبدون ما يوقف بالسرة. يجي المواطن منتظرة أو الجهة المعنية يقوم له بالإجراءات ونصدر له بطاقة. زين شنو الأبرز التحديات اللي واجهتوها بهذا الموضوع بهذه الحملة العراق هويتي؟ شنو هي؟ كان أكو موضوع أنه إحنا شاملين اللي عندهم راتب رعايه اجتماعيه. زين. كانت عندنا مشكله انه شلون المواطن توصل له هذه الحمله المشمولين براتب الرعايه الاجتماعيه. احنا في يوم واحد فقط اتصلنا بقرابه 1900 مواطن مشمولين براتب الرعايه الاجتماعيه اتصال هاتفي. اي نعم 1900 مواطن اتصلنا اتصال هاتفي. كم ساعه تطلب هذا العمل؟ ست فريق كامل وموجود التصوير ومقاطع الفيديو موجوده عندي. فريق كامل يتكون اكثر من 40 الى 50 شخص. عندنا زودتنا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه بقاعده بيانات للمواطنين اللي ما مصدرين. زين. وانطونا ارقام تليفوناتهم واتصلنا بهم. هاي كانت بالبدايه بس هسه الحمد لله والشكر قمنا ندز رسائل عبر الاس ام اس لكل المواطنين اللي ما مشمولين والامور كانت ايجابيه جدا. هذه حمله بين اهلنا راح تستمر بايام العيد المبارك؟ لو راح تاخذون اجازه باعتبار عيد؟ احنا كفريق تواصل الكتروني حكومي وللامانه ما مشمولين لا بعطله ولا بجمعه ولا مناسبه ولا عندنا وقت للدوام، يعني مستمرين بالعشره ب 11، البارحه كانت مناشده عندنا اجتنا طلعنا عليها الساعه ب 12 بالليل منطقه الرشاد وتوثقت. فاحنا مستمرين ايضا بايام العيد. قلت لك هاي الثلاث ايام اللي راحت الحمله في منطقه البياع، منطقه الفضل، منطقه سبع قصور. المستفيدين خلال هذه الثلاث ايام من هذه الحمله جانب صحي، جانب تربوي، الامور الخدميه الاخرى اهمها وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، المستفيدين وصل قرابه ال 2000 مواطن. طبعا عازمين على تقديم الخدمات الى اكثر من 11 مليون مواطن خلال هذه الحمله. يا الله. انطلقت بالمحافظات ايضا، انطلقت في محافظه نينوى، في محافظه ذيقار، في محافظه واسط، وفي محافظه دياله. ان شاء الله ما بعد العيد عندنا اربع محافظات هم راح تنطلق بها الحمله. هذا الجروب القائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء مشرف على هذا الجروب؟ طبعا تقرير اسبوعي يصعد الى دوله رئيس الوزراء بالمناشدات، عدد المناشدات المنجزه، عدد المناشدات الغير منجزه، وعدد المناشدات وقيد الانجاز. رصد اسبوعي وتقرير اسبوعي يوصل الى دوله رئيس الوزراء. وتعاون الوزارات بعد هذا الرصد اللي حضرتك قاعده تتحدث عنه، تعاون الوزارات مع فريقكم شلونها؟ شلون تقييمها؟ البارحه كان عندنا اجتماع خاص باقسام شؤون المواطنين لكل الوزارات. بتوجيه من دوله رئيس الوزراء لتفعيل دورهم الحقيقي واخذ مساحتهم الحقيقيه لخدمه المواطنين. كل الوزارات متعاونه بهذا الموضوع، وايضا هم مطالبين بان ينطونا اعداد المناشدات اللي حولناها لهم، وهل هي انجزت، هل هي قيد الانجاز، هل هي غير منجزه. بالتالي احنا هم نكون عون لهم للمناشدات الغير منجزه
اكو بعض الامور تحتاج مساعده من مكتب رئيس الوزراء، احنا متعاونين معهم بهذا المجال. زين، وعي المواطنين للتعاون مع فريقكم شلون تقيمه؟ ست احنا خلينا نكون واقعيين. الثقه بين المواطن والمسؤول خلال السنوات السابقه تكاد تكون معدومه. لا هي معدومه، بدت تتحرك من هذه الحكومه. انا جايش بالكلام ست. اليوم المواطن من يجي فريق خاص الى مكتب رئيس الوزراء يطرق الباب ويقول له تعال انت ايش محتاج؟ جانب صحي، جانب تربوي، وزاره عمل شؤون اجتماعيه، عندك مناشده تخص الكهرباء، عندك مناشده تخص التربيه، عندك مناشده. نوعا ما بدت الثقه الحمد لله والشكر ترجع للمواطن، بين المواطن وبين المؤسسه. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يوفقكم ومأجورين ان شاء الله. الاستاذ قاسم فرج البديري عضو فريق التواصل الالكتروني ومدير حمله بين اهلنا نورتنا في حلقه اليوم، نسال الله لك كل التوفيق. الحمله انا نائب رئيس الفريق. نائب رئيس الفريق 100 رئيس الفريق هو الاستاذ علي مؤيد. تحياتنا الى ان شاء الله. شكرا جزيلا مأجورين على كل جهودكم. الآن مشاهدينا ومتابعينا نصل إلى ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يؤكد ضرورة تذليل كل المشاكل التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات الإقليم. وزير الصحة يوجه بمتابعة الاستعدادات لاستقبال جرحى الشعب الفلسطيني من غزة تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء. وزارة الكهرباء وشركة توتال توقعان عقدين لإنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية في البصرة. والنزاهة تعلن استقدام رئيس جمعية إسكان في نينوى بتهمة التجاوز على عقار بمساحة 100 دونم. مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق مبادرة ريادة عبر منح قروض تصل لغاية 20 مليون دينار. شكرا لكرم المتابعة، تصبحون على خير.